مهمة الدعاة إلى الله كما هي مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بإخراج الناس من الظلمات إلى النور وبهداية الناس إلى صراط مستقيم. كما تعلمت عند أهل الله وكما تعلمت من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا منة لنا في هذا إلا أن ابتسمت له وقلت له جزاك الله عني كل خير. ويشيد مجدا وحضارا بالحكمة. برنامج مناهج الدعوة مع الشيخ أسامة الرفاعي والشيخ رياض بازو يأتيكم بإذن الله من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في الأوقات التالية. أخلاقا تسمو للقمم.